ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من ميكروليك. اليوم رانا متواجدين في مدينة البوليدة، مدينة الورود، وبالضبط بجانب زنيقة العرايس، باش نشوفوا واش تبدل في تحضيرات الأعراس بين البارح واليوم. وبدون إطالة تابعوا معي. وش رايك في الاعراس ما بين البارح واليوم؟ الاختلاف يكمن في طريقه تنظيم الاعراس. مازالوا الناس يديروا الاعراس تاعهم في السطح تاع الدار. الاعراس تاع بكري وتاع دوك ماشي كيف كيف. يعني بكري كانوا يديروا في الدار، كانوا يديروا في السطح، ودوكا شو تبدلوا ما مشيهم يديروا في صالات. لا جينيراسيون تبدلت بزاف، كانوا بكري يخطبوا بلا ما يعرفها بلا والو، دوكا لازم يعرفها يهضر معاها يعرف مالها كامل باش يربي الى خطبها. كان زواج تقليدي، مي دوكا ولا يكلفوا بزاف. اعراس تاع بكري كانت اعراس متواضعه واعراس بسيطه. بكري كانوا الاعراس يجوزوا قصرا، يجوزوا في الحوم هكذايا، يقطعوا الحوم بالبيشان، يجيبوا الكراسه من عند القهاوي، وكانوا النساء كامل يحضروا كبير وصغير. دوكا ولاو يجوزوا في الصالات. بكري كانوا فيها في السطوح، كانوا في الديار اللي عنده صالون كبير يدير في الصالون، كان يدير فيها يقطع الحومه. ودركا ولاو كي عارفه الصاله والصاله التاليه 15 مليون، خلي تحضيراتها حلوتها قهوتها، الناس هاكي تعرضي زبك تعرفي واش تعرضي، ماشي تلمي وخلاص، ماشي كيما زمان كنا نلمو الكبير والصغير. دركا ولا فرق كبير بين العام اللي فات ودركا. لا بليبار تاع العرس وكان ما كاش، يعني نحاول العرس. زمان كانوا الاعراس يتنظموا داخل الديار بمشاركه الجيران، اما الان معظم الاعراس تندار في صالات، يكريوا صاله، المجتمع تنظم على هذا الاساس. زمان ما كانش كاين الصالات، كانوا في لي زوتيل. ماتنون اون كري دي سال سبيسيالمون بور اورغانيزي لي فيت. في المناطق تاع وسط البلاد راحت هذيك العرس في السطح، راحت بكري كان يديروا في الجي هنا في بليده، مي ابار سا ما الاخر. بصح لاست دو بي في الشرق الجزائري مازال يديروا العرس هكذا في السطح، يديروا الجيران يسلفوا لبعضهم لي زابارتمون، يديروا العرس هكذا في الجمله ماش لا صال. وبصح دوك كي نشوفوا جلوبالمون يعني تعمت باللي راحت هذه ما بقاتش. كان بها حاجه بسيطه نورمال، بصح ولاو التكاليف بزاف، ولاو يتبعوا بزاف الاجانب، وكان مش بالبساطه كانوا يتزوجوا يروحوا للسطاح عادي. بصح هذه المره خلاص قطعوا كامل، لازم كي يتزوج يدير مشروع باش يتزوج، مش كيما بكري. الاعراس تاع بكري كانت اعراس فيها تقاليد وفيها، والاعراس تاع دوكا تكلف مبالغ باهظه، الانسان ما يقدرش دوكا يتزوج، فهمتي اختي؟ بكري كانت الاعراس انسان يدير تقليد نورمال، تقاليد وموافقنا على التقاليد والعادات. والاعراس تاع دوكا فيها تكاليف باهظه من جهه الاموال، من جهه كلش. في رايك واش هو السبب اللي خلى الاعراس يوصلوا لهذه المرحله؟ بلا كاين من جهه الماده، كاين من جهه كاين اللي ما يحبش يقول لك ما كان عندي العرس. المعيشه كانت بكري كراف رخيصه، دوكا كل شغله العروسه كانت تدي خير وبركه، دوكا الى ربي لا قدرت على روحها راهي مليحه. ما بزاف صوالح تبدلوا، شغل كانت الماده قليله بصح المعيشه فيها البركه، دوك البركه هي اللي راح. الاعراس تاعنا دوكا اختلفت بزاف، ولاو يحبوا كل حاجه كلاس، وكل حاجه لازم تكون طوب وتلفت النظر، واغلبيه الاعراس راهي في الصاله، يعني تقدري تقولي الصاله ادت لهم العقل تاعهم بهذه لفظه. وحاجه اخرى، العرس تاعنا دوكا مهما ديري وتقدمي راح تلقاي الهضره تاع الناس، تلقايهم يتشرطوا على الماكله، تبدلوا كراف. وعم احنا لا بليبار نتبعوا في الاجانب، شغل عاداتنا وتقاليدنا تاع الديرين تاع مام، شغل تروحي الكوتي تاع الدين وتبدل كلش. شغل كي تشوفي عرس انه راهي حفله وخلاص، شغل باش يفرحوا، باش ماشي عرس، يعني مرحبا بزاف، تبدلوا بزاف صوالح. زمان كان التكافؤ الاجتماعي في العرس نشوفوه، كاع الجيران يشاركوا، اللي يشارك بالدراهم، اللي يشارك بالخدمه، اللي يشارك بالسلعه، ها اللي يشارك بداره، يسلف داره، يسلف كراساه، يسلف وحاجه ما تروح، كلش يعاود يولي بلاصتو، وتعم الفرحه على الجميع. الان لا لا، الاعراس يطغى عليها الطابع تاع الانانيه، يعني اللي عنده المال يكري صاله ويعرض، واللي ما عندوش مسكين يكري صاله تاع بريكول
حتى الضياف اللي يجيوه يجيو في الذيق، ياكلوا في الذيق ويوقفوا في الذيق، وبزاف امور تنحت من العرس. نبداو بالقاطو، يعشي وتربح. بكري الاعراس كانوا يديروهم في السطح وبامور بسيطه. اسكو مازال كاينه فئه من الجزائريين يقوموا بالاعراس؟ مازالوا حافظوا على التقاليد. شغل من جهه تاع الشهره ومن جهه تاع المرض. كاين ناس تقول لك انا ما شغل ما في عندي ندير عرس، نديرو في حاجه فواياج ولا في حاجه اخرى، خير ملي يصرف دراهمي في صاله. ما انت تراتك ما زالت كاينه باسكو الطفل ما ولا ما يقدرش، والطفله ثاني تلا ميم شوز، اي بان نقول لك نديرو عرس خفيف في الدار وصابون. قليل بزاف اللي نشوفوا جزائريين من دوك يديروا اعراس في السطح، دوكا ولاو يتقلوا الى حاجات تكلفهم نظرا زعما للتطور زعما هكا، يشوفوا باللي تاع دوك باللي لازم حاجات هكا تبينهم في العائله، يشوفوا باللي زعما عندها قيمه ولا تعطيهم نظرة هكا على العائلة جيدة. هذه هي فجأة هذا قليل بزاف. بالك نقول لك من الكوتي تاع تيزي وزو بجاية هكا، بالك قبيليين تصيبي هكا، بصح من الكوتي تاع زعما هنا ألجي بليدة هكا ما كاش صغار باش تلقى. راي تاعي ما راي تاعها، حنايا دوكا تقدري تقولي استغنينا على التقاليد تاعنا والعادات، ولينا دوكا غير نتبعوا وخلاص ونحوزوا كل حاجة جديدة. كل عرس كل واحد يحوز العرس تاعو يكون خير من العرس تاع فلان. تاع السطح نشفى كون واحد العرس عندنا بكري داروا العرس في السطح ما شاء الله، فيه كانوا تحضيرات ما شاء الله، كانت الناس فرحانه ويحافظوا على التقاليد، ومام اللباس كان لباس تقليدي. خلاصة القولة لموضوعنا لنهار اليوم أنه مهما كانت التحضيرات قليلة ولا كثيرة يبقى عرس ليلة تدبيرته عامة، وأنا ما بقى لي غير نقول لكم انتظرونا في عدد آخر، دمتم في أمان الله.